منشآت عمرانية في طور الإنجاز، مباني على حافة الأودية وأخرى تصارع الطبيعة مهددة بالسقوط، مشاهد تطفو على السطح مع كل تساقطات مطرية تؤدي إلى انزلاقات للتربة وانهيارات صخرية تكشف عيوب البناءات الفوضوية. مع الأول أحمر صغيرة صغير هكذا يا بوش، ودرنا قاع شفنا هكذا الناس اللي كانوا تما، ومن بعد كير في التراسي هكذا شفت شغل ترى بيطيح شويه منها شويه من هنا شويه من شغل، شميت بلي راح يزيد يطيح. جبت التليفون تاعي وجدت كاميرا فيديو قاعد ناس، ما طولت واحد 3 ولا 4 دقائق وشفت هبط كاع على خطره كاميريتو ورام كاع الناس شافوا الفيديو هذيك. هذا لو كان على الاقل على الاقل لو كان ما دارش بزاف لي زيطاج، باسكو الميزان تاع الايمبل البنيان هذا هو اللي أثر على الجبل، زادت مع الشتاء اللي طاحت اسمه أثر بالميزان تاعو اللي أثر. بالواد اللي لقاني ماشي أنا اللي لقيت الواد خويا العزيز. هاني نقول لك 1900 عندنا لاكت هنايا 1930 هنا في لابوانت يعرفونا كامل، فهمت خو؟ وهنا راك عايش هنا أعلى سيدي الكبير، ما كاش كيفاش في جبل ما كاش واد. كاع الجبل في العالم كاع فيهم واد خويا، بصح دير حل الجبل الواد تاعك. بون عندنا واد، أنا اللي ساكنين قدام الواد، هكذا خويا، دير لي حل أنا للماء يا خو. مختصون يحذرون من خطورة الوضعية ويدعون إلى فرض رقابة مشددة في كيفية إنجاز أعمال البناء والتعمير التي يفترض أن تستند على دراسات خاصة. بكل صراحة لازم إلزام المرقين العقاريين بإنجاز دراسات جيوتقنية معمقة قبل أي مشروع، قبل استخراج أصلاً يعني رخصة البناء، وحيث لازم تتم المصادقة عليه كذلك من طرف هيئات مختصة مخولة من ناحية القانون، لأنه هذا هو السبب الرئيسي تاع الموارد الرئيسية. يعني المفروض كانت كنائس الجيوتكنيك كانت دراسة جيوتكنية معمقة قبل القيام ببناء بناية بهذاك الشكل وبهذاك الحجم، يمنع بشكل مباشر يعني البناء على أودية ومجاري الأودية وحتى على ضيفات الأودية كذلك. فوضى التعمير فرضتها ممارسات سابقة لمسؤولين محليين يمنحون رخص البناء وفق معايير بعيدة تماما عن الدراسات التقنية المتخصصة.